أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال، يقول السائل: كيف تكون مراقبة الله في الخلوات؟ أن تستحضر أن الله مطلع عليك، وأنه يراك ويسمع كلامك، فإذا تصورت هذا فإنك تراقب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، يعني في أي مكان، مع الناس أو خاليا عن الناس، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نعم.